خلنا ننتقل إلى هذا الخبر مشاهدينا. ووجهت وزارة التعليم بتطبيق الدليل الإرشادي الوقائي المعتمد من هيئة الصحة العامة وقاية للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث للطلاب والطالبات الأقل من 12 سنة، وتترتب على ذلك عودة التعليم حضوريا وبشكل كامل مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإلغاء شرط التباعد بين الطلبة في الفصول الدراسية وفي أداء الصلاة والأنشطة الصفية واللاصفية وعودة الطابور الصباحي. يعني نتمنى لهم التوفيق، الله يحميهم ويحفظهم أبنائنا، هم مستعدين بإذن الله لهذه الخطوة لهذه المرحلة بحكم السنتين اللي عاشوها وعرفوا ايش يعني تباعد وعرفوا ايش يعني كورونا، فاليوم هم مسؤولين على المحافظة على نفسهم وكيف يعقبوا يدهم. صحيح انه ما راح يكون في تباعد، ولكن نقدر انهم يحموا انفسهم بانهم يقوا انفسهم، بلاش من الاختلاط الزايد، الكمامة، المعقمات، فما شاء الله عليهم اليوم هم صاروا شاطرين في هذا الموضوع، متحمسين جدا لعودة الطابور الصباحي اللي هو الالتزام بذاته. يعني خلينا نقول بداية من الطابور الصباحي هنا تطبق القوانين، صح. اللبس، الزي المدرسي، الترتيب، النظام، النشيد الوطني في الصباح، الإذاعة الصباحية. أبغى المدرسة ترجع زي ما كانت المدرسة كده اللي يقضوا فيها 6-7 ساعات، صح. بكل ما فيها من فعاليات ونشاطات ثقافية ويتعلموا اجتماعيا ينموا نفسهم، وحتى لما تكون هناك في مواهب أيضا تنمى هذه المواهب، وعودة المسارح المدرسية، فهذا الشيء جدا مهم. كل التوفيق للطلبة والطالبات بإذن الله. أتوقع هذا الخبر كل الأمهات فرحانين ومبسوطين عليه.